بحر المتقارب هو بحر من البحور النقية، يعني البحر يتكون من تفعيلة واحدة، بحر يتكون من تفعيلة واحدة اسمه بحر المتقارب، بحر المتقارب بحر من البحور النقية بيتكون من تفعيلة خماسية. التفعيلة ديت هي فعول. ده بالنسبة للسطر الايه؟ السطر الأول. السطر الثاني زيه بتتكرر فيه التفعيلة فعول أربع مرات، فعول. طيب لو جينا نتكلم عن التفعيلة الخماسية فعول، عايزين نتذكر بس إنه العروض، التفعيلات الخماسية في العروض هما تفعيلتان فقط، اللي هي التفعيلة فعول والتفعيلة فاعل. لما نيجي نتكلم على فعول زي ما اتعودنا كده على جنب، هناخد فعول كده لوحدها ونشكلها، يبقى الفاء عليها فتحة عو، العين عليها ضمة. اتفقنا ان حرف المد دايما في العروض بنعتبره حرف ايه؟ حرف ساكن، يبقى الواو ساكنة واللام مضمومة والنون ساكنة. يبقى لما اجي احط هقول ادي متحرك، ها متحرك ساكن، متحرك ساكن، وقلنا انه المتحركين والساكن دول بنسميهم ودد مجموع، والمتحرك والساكن مع بعض ده بنسميه سبب خفيف. لما نيجي لفعول، طبعا احنا ايضا اتفقنا ان التفعيلات الداخليه في السطر الاول تسمى، التفعيلات الداخليه دي تسمى ايه؟ حشو. تسمى الايه؟ الحشو. اخر تفعيله في السطر الاول تسمى ضرب. العروض. والتفعيله الاخيره في السطر الثاني تسمى الضرب. وايضا التفعيلات الداخليه تسمى الحشو. طب احنا عايزين برضو نقول ملحوظه ثانيه، هل فعول ديت بيطرا عليها تغيير؟ قبل ما نكتب المثال اللي احنا هندرسه او هنبحثه النهارده، فعول يطرا عليها تغيير اساسي يسمى القبض. والقبض هو حذف الخامس الساكن، حذف الخامس الساكن قد يحدث فيه الحشو. طبعا حذف الخامس الساكن هتبقى فعولو، متحرك ساكن متحرك. يجوز ان التغيير ده يحدث في الحشو او يحدث في العروض، يحدث في الحشو او يحدث في العروض. واذا كسر في العروض فلا بأس، يعني هو تغيير مطروق، اللي هو القبض اللي هو حذف الخامس الساكن. وبناء عليه لو احنا جينا نكتب البيت اللي احنا هندرسه النهارده، هنتكلم الاول عن الصوره الاولى، طبعا ديت الصوره العامه للبحر، وهكذا ايضا هي الصوره الاولى التي يكتب عليها، اي ان العروض تكون صحيحه فعولا، العروض تكون صحيحه فعولا. وايضا الضرب يكون صحيح. طيب هناخد المثال اللي هو بيقول لي وكنا نعدك للنائبات، فها نحن نطلب منك الأمانة. طب احنا عايزين نقطع البيت ده، احنا اتفقنا ان احنا قبل ما نقطع البيت هنعمل ايه الاول؟ هنشكل البيت الاول، هنحط عليه الحركات والسكنات. يبقى وكنا، الكاف مضمومه والنون مشدده مفتوحه والالف مد، وكنا نعدك، النون مضمومه والعين مكسوره
والدال مشددة مضمومة والكاف مفتوحة للنائبات. اللام دي مكسورة واللام دي مش هننطقها لأنها شمسية، يبقى أنا هشكل النون ديت شدة وفتحة، والألف قلنا حرف المد يبقى ساكن للنائبات. فها نحن، فها نحن نط لو بو من متحرك ساكن من كل، مش هكتب الالف دي مش هشكلها لاني ما نطقتهاش، من كل امانه. احنا كده شكلنا البيت. بعد ما شكلنا البيت نستطيع ان نكتب البيت كتابه ايه؟ كتابه عروضيه. كتابه عروضيه اي اننا سنتوقف في محطات، وكل محطه هنتوقف فيها لازم تكون لي التفعيله اللي هي ايه؟ اللي هي فاعول. يبقى انا حاجه هنا اقول وكن وكن، لكن لما اجي اكتب قلنا ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب. يبقى ادي الواو، ادي الكاف، ادي الكاف، خلينا هنكتب الاول وا كن. النون مشدده ومفتوحه يبقى هكتبها نونين، نون عليها سكون ونون عليها فتحه. وادي الالف وكن ما فعول. نعد نعد، ها الدال عليها شده وضمه هكتبها ده ليه؟ نعد دو. هنلاقي ازاي الكلام ده؟ ده انا هنا دي واحد اثنين ثلاثه ايه؟ اربعه، والتفعيله هنا تفعيله ايه؟ تفعيله خماسيه. بس انا لاحظت ان انا وانا بكتب، وانا بكتب متحرك متحرك ساكن، خلصت الوتد المجموع وداخل على السبب الخفيف اللي احنا اتكلمنا عنه، لقيت الكاف اللي بعدها، لقيت الكاف اللي بعدها كاف ايه؟ مفتوحه. انا المفروض ان انا عندي هنا حرف ساكن، الخامس ساكن، تم ايه؟ تم حذفه. اذا هذه التفعيله تم استخدام عليها الزحاف، ها طبق عليها الزحاف اللي احنا بنسميه ايه؟ القبض، وحذف الخامس الساكن. كلن، ها حد بقى قرايه من الكاف، انا وقفت عند الدال، انا وقفت هنا عند الدال، فحد قرايه من الكاف دي. كلن 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 كلن، ما انا قلنا اللام، انا قلنا اللام ديت مش نططها عشان شمسيه، فما ينطق اللام الاولانيه اللي انا نططها اكتبها، واللام الثانيه اللي انا لم انطقها لن اكتبها، وحاجه هكتب النون ديت مشدده هكتبها نونين، النون الاولانيه ساكنه والثانيه مفتوحه. كلنا اهي كلنا، دي التفعيله كامله. اباتي، احنا وقفنا هنا عند الالف. إباء إباء تي. طيب خلينا هنقطع في الآخر، يعني احنا خلينا احنا بنكتب الكتابة العرضية وهنكتب التفعيلات في الآخر. خلينا نكتب الشطرة الثانية، فها نح، ها فها نح، خمس حروف، فها نح فها نح، حرف عند الحاء. ننطلو نو، النون دي بتاعت نحن والنون الاولانيه في نطلب. نو اهي نطلو، ادي نو نطلو، دول كام حرف؟ اربع حروف. طب ليه ما كملتش؟ اصل اللي بعد اللام ايه؟ متحرك، يبقى معنى كده ان الخامس الساكن اللي حصل له حذف، يعني اي ان هذه التفعيله مقبوضه، هذه التفعيله ايه؟ قلبها مقبوض. ننطلو بو، يبقى انا هنا ايه وقفت عند اللام، هكمل بعد كده ومن كل ومن كل اهي ومن 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 كل، وقفت عند اللام ومن كل امان امان امان. لو جينا بعد كده بقى نحول الكتابة العروضية إلى كتابة الإيه؟ التفعيلات اللي بتكون هذه الصورة. هلاحظ عفوا، هلاحظ إن هنا أدي متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن، دي فعول كاملة. فعول، ها أدي متحرك متحرك ساكن متحرك، دي فعولو، ديت مقبوضة. ها كلنا، أدي متحرك متحرك ساكن، ها
متحرك ساكن، يبقى دي كامله ولا مخبوطه؟ دي كامله. فعول ها اباتي، يبقى ديت فعول ولا فعول؟ متحرك، متحرك ساكن متحرك، بس دي فعول. وقلنا ان بيكسر القبض، بيكسر القبض في المتقارب حتى في العروض. العروض اللي هو نهايه الشطر الايه الاولاني، لانه هو عاده في اغلب البحور دائما لازم الشطره الاولانيه لازم يبقى اخرها ساكن. نعم. الاشباع دايما يا اما بيبقى بالهاء اذا كان الحرف اذا كان هاء مكسوره وهاء مضمومه دي بتشبع حتى لو في وسط الكلام، تمام. والاشباع دايما بيبقى خاص بالقافيه، بيبقى خاص بالقافيه. طب انت برضه الاشباع، الاشباع بيجي في العروض، امتى بيجي الاشباع في العروض؟ لو كان العروض زي الضرب، لو كان العروض زي الضرب فبنسمي ده تصريح، هنبقى ناخده في الايه؟ في البلاغه. اذا وافق العروض الضرب فنعرف ده بنقول عليه تصريع ونشبع الحركه. زائد انه في بعض الحروف لا تشبع، نقول النائباتي مفيش لا لا توجد ياء ايه نطقه، وبالتالي لا نعتبروها ياء. عايزين معنى بس البيت، بس ها عايز معنى البيت، معنى البيت، معنى البيت. وكنا نعدك للنائباتي، النائبات اللي هي الامور الخطيره، امور الدهر الصعبه. يعني احنا كنا نعدك او كنا سنحتمي بك في امورنا الصعبه، لكنك اخلفت ظننا، فها نحن نطلب منك الامانه، اي نطلب الامان منك بدل من ان نطلب منك الاستعانه على نواهب الايه؟ على نواهب الدهر. يعني نطلب منك الامان بدلا من ان نطلب منك الاستعانه على نواهب الدهر، اي قد اخلفت ايه؟ ظننا في ايه؟ فيما ظنناه فيه. دي جينا للبيت للشطرة الثانية اللي هو المصراع الثاني، فها نح، فها نح، يبقى ديت ايه؟ فعول، فعول كاملة. نونت ادي متحرك، متحرك ساكن متحرك، يبقى ديت ايه؟ فعول. يعني ديت تفعيلها هنا ايه؟ صحيحة ولا مقبوضة؟ مقبوضة. بمنكل متحرك، متحرك ساكن، متحرك ساكن، هذه التفعيلة أيضا إيه؟ هذه التفعيلة تفعيلة إيه صحيحة. أمانة متحرك، متحرك ساكن، متحرك ساكن، يبقى دي التفعيلة صحيحة أم مقبوضة؟ صحيح. التفعيلة الأخيرة صحيحة أم مقبوضة؟ صحيح. ده البحر المتقارب من البحور الجميلة السهلة في كتابتها ذات الموسيقى العالية. يعني لو جينا نغني البحر ده، وكنا نعدك للنائبات فها نحن نطلب منك الأمانة، أي وكنا نعدك للنائبات. أيوة بلادي بلادي اسلمي وانعمي، بس طبعا في تغيير هنا في الايه؟ في العروض. ها لو قلنا مع بعض، وكنا نعدك للنائبات فعول، 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 فعول. شكرا.